a servant. Often used as a derogatory term, but what does it mean when we are the servants of the Ahlulbayt, peace be upon them? Join me as I explore in search of the servants of Imam Al-Husayn alayhi salam through the towns and cities of Europe, searching for an answer to my question as to why we serve the Ahlulbayt. Day 15, and it is our final day of this Husayni road trip. And we are here in the city of Antwerp in Belgium, inshallah. We will be heading now to a Husayniya, which also runs a Sunday school. So we'll go and, you know, see how it is they work, see why they find it important to educate the youth with the love of the Ahlul Bayt and with the other subjects, of course. So inshallah, you know, we'll pull up now and then we'll speak to some of the staff there and see what it is that pushes them to serve, inshallah. So much kharat. Just arrived now to Husain Zahra in Antwerp, Belgium, and we have spoken to organizers, and from what we understand is that today is Sunday and they have a Sunday school, and in this Sunday school they are bringing up a whole new generation of youth with the love of the Ahlul Bayt, teaching them how to revive the rituals of the Ahlul Bayt and teaching them the hijab of Zainab. So inshallah today we will speak to the staff of the Sunday school and then go on to speak to the servants of the Husayniya and address the same topics and questions that you have addressed other centers and establishments. Inshallah, we will reach some sort of conclusion with this center. So let's go inside and see what's going on. هذا مبنى حسينية الزهراء بلجيكا، هذه المقاطعة اسمها أنتويرب. بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل بركات أهل بيت النبوة تم شراء هذه البناية. بلي. هذه الصالة الرئيسية للرجال. طبعاً مساحتها الحمد لله رغم كثافة العالم لأنه آخر محرم وصل العدد إلى 2000 ما شاء الله ببركة أهل البيت بركة الإمام الحسين سلام الله عليه. الحمد لله. هذه قاعة الرجال، هذه عندنا غرفة الإعلام والصوتيات. يحتوي المبنى على 3 طوابق. هذا الطابق الأول اللي شفتوه. بلي. بالإضافة إلى عندنا غرفة الضيوف. تفضل. غرفة الضيوف بالباب الرئيسي. تفضلوا. يا الله.
هذه هي غرفة استقبال الضيوف. بلي بلي. وأدنى بيها الكنز الكبير يوجد هنا. هذا الكنز ها؟ نعم هذا الكنز وهو راية قبة الإمام الحسين سلام الله عليه. هذه الراية اجتنا من كربلاء المقدسة. سلام الله على الحسين. الله سلام عليك يا أبا عبد الله حسين. هذا يمكن أهم فقرة من كل. نعم هو هذا كنز كنز الكنز الرئيسي هو هذا. الكنز الرئيسي هو هذا. هذه نستغلها بالأيام العطر يعني السبت والأحد اللي هو ويكند يسمونه هنا. صفوف لأغراض دراسة المدرسة اللي لأنه عندنا أكثر من 175 طالب ما شاء الله وهذه بركة ما شاء الله أهل البيت. طبعا المبنى هذا مشيد بطريقة راقية جدا وبه منحوتات وشغلات لطيفة جدا لمسة تراثية بلجيكية لمسات تراثية بلجيكية أصيلة. البناية هاي مسجلة رسميا من البنايات التراثية والآن الحمد لله هي ملك لحسينية الزهراء. الحمد لله شكرا. سلام الله عليه. سلام الله على الزهراء. عندنا طبعا مطبخ يا طبعا هذه حمامات ومكانات مكانات وضوء وحمامات هنا يسمى كلدر. هذا مطبخ مطبخنا طبعا احنا ناسين بانه في في غور طبعا شعور حسين الدامي للتطور. بالإضافة إلى شعبة أخرى تابعة للمطبخ يعني كل شيء يقدرون يسوون بالطبخ كل شيء يحتاج حتى هذا عندنا قسم للشغلات الحلويات المناسبة الدهين الغير يعني عندنا جو هنا مخازن ثلاثة مخازن كبيرة بالإضافة إلى كولد ستور اللي هي غرفة تبريد مبردة أو غرفة تجميد يعني غرفة متكاملة. هذه من سعر المناسبات أحياناً أكثر من 1000 كيلو أو 500 كيلو 600 كيلو لحم دجاج فهذه كولدس غرفة تجميد يعني غرفة مبرد. نعم بالإضافة إلى وجود مخازن وجود مخازن أخرى في الداخل ثلاثة مخازن كبيرة ثلاثة مخازن كبيرة في الداخل هذا أيضا مثلا آخر للاستعمال على ذكر أنه من أغراض الأمور الرسمية هنا يمنع استعمال الحديد ولهذا كل هذا احنا نسميه ستيل هم يسمونه اينوكس يعني اينوكس خاص هذا لاغراض الطبخ الطباخه يعني للطبخ بالضبط بالضبط صحيح اي بالاضافه الى سلائل الامانه يعني الامان مطافي الحريق و لا سمح الله اذا في شيء وهذه عليها صيانه وتدقيق مستمر هذا كان ما يشمل الطابق الأول. الآن هذا الطابق الأول
هذه الطابق الأول، هذه القاعة للنساء. بلي. أيضا حجمها لا بأس به، بالإضافة إلى وجود تراس خارجي. بلي. يعني هذا مستقبل أنه مفكرين نسوي يعني للشباب مركز ثقافي. بلي. على كبر المبنى. ضخم جدا، وهذا يعني يمد للأخير. يمد للأخير، وهذا مسقف سقف بلاستيك خاص. يعني. بلي بلي. جميل جميل. نعم. هذا مطبخ للنساء. بلي. بس ما يستعملون أغراض الطبخ. يعني شاي خانة. بالضبط. بلي. شايبهم، قهوتهم، خدماتهم، يصعد الأكل هنا يتم توزيعه. زين، طبعا أيضا القاعة مجهزة بسماعات. مع مجالس خاصة. وشاشة. يشوفون بها الخطيب. بلي. عندنا ايضا هذا الطابق. هنا عند حمامات ومحلات الوضوء. حمامات ومحلات الوضوء. هنا عند غرفة. هذه مخزن تابع لأدوات المدرسة. بلي. هذا عندنا الإدارة. هذه هي الإدارة. استاذ ما استخدم الغرفة خاصة. هذه هي الإدارة. كل عمل يدور منها. نعم، إدارة، إدارة المدرسة أيضا. بلي. ست الألوية والأساتذة الموجودين. عندنا الطابق العلوي اللي هو مظلم جدا. عندنا هذا الطابق العلوي اللي تتواجد به صفوف المدرسة. هذه عندنا قاعة الإمام الكاظم عليه السلام. احنا سمينا كل قاعة على اسم إمام. الحمد لله. فهذه قاعة الإمام. هاي كل العفو بين كلامها، هاي كل انتو بناتو صح؟ نعم، هذا كان هيكل واحنا كملناه. جميل. ولحد الان باقي في شغلات بسيطه، بس ان شاء الله شو قبل ما يكمل. طبعا ان شاء الله التطور دائم باستمرار. بلي. نكمل ببركه دعائكم وبركه ابا عبد الله. ابا عبد الله حسين سلام الله عليه. طبعا حمامات وشغلات خاصه بالاطفال. هذه الصف الثاني اللي هي قاعه الامام الرضا عليه السلام. بلي. طبعا مجهزه، تعرف هنا تدفئه اجواء اوروبا، ثم هيئ لهم تدفئه، بالاضافه الى وسائل ايضاح موجوده، يعني شاشات وشغلات هذه موجوده هنا. الحمد لله. بارك الله فيكم. عندنا هنا شقه، يعني سكن للضيوف ولل بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للضيوف للشيخ الامريكي. شقة ايضا تستغل بايام المدرسة. بلي. اذا ما عندنا ضيف هي تستغل لاغراض الدراسة. طبعا. ان شاء الله احنا بتطور مستمر، يعني ان شاء الله. جهزناه حديثا بالانترنت. بلي. التطور قبل ما يتوقف، يعني ما يتوقف. جهزناه بالانترنت من هذا العالي الجودة. بلي. وان شاء الله هذه نهيئها على اكمل وجه ان شاء الله، حتى تليق بالشيوخ وال والسادة وخدام الامام الحسين سلام الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الخلائق والمرسلين محمد الطاه الامين وآله آل طه وياسين، وبعد. حسينية الزهراء من أقدم المؤسسات الإسلامية في أوروبا، وهي ولدت تلبية لحاجة المسلمين من الطائفة الشيعية الشريفة التي تواجدت في هذه البلاد. تاريخ هجرة التشيع إلى هذه البلاد ليس قديما، ارتبط بالأحداث في منطقة الشرق الأوسط
وبالمشاكل، وتتكون الطائفة الشيعية من عدد من الجنسيات، بدأت الجالية العراقية تشكل الجزء الأكبر منها. في بداية مجيئنا إلى هذه البلاد كانت الحاجة ملحة لإيجاد مكان لتلبية الحاجة الروحية لأبناء الطائفة، مثل قراءة الدعاء وإقامة المراسيم، وخصوصا المراسيم الحسينية. وهذه مسألة اختصت بنا نحن أهل العراق، ارتباطنا بقضية الإمام الحسين. القضية الحسينية تشكل الحيز الأكبر، لأن هناك مقولة شائعة عندنا أن كل ما لدينا هو من الحسين، والحسين صلوات الله وسلامه عليه هو جمع الجمع. فهذه المسيرة كأنما امتدادا لمسيرة الإمام الحسين، هي مسيرة التشيع في بقاع الأرض، أينما ذهب أتباع هذا المذهب الشريف حملوا معهم راية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأقاموا له معلما ومأتما. هكذا ولدت هذه نواة هذه المؤسسة المباركة. كانت تقيم مراسيم أهل البيت من وفيات ومواليد، وتحقق اجتماع العوائل وتداول الأفكار في أحسن الطرق للاهتداء للمنهج التربوي السليم والصحيح على منهج آل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليه. كانت المؤسسة تمتلك مبنى صغيرا، طبعا هذا المبنى الصغير تم امتلاكه بعد أن عانينا ما عانينا، كنا نجتمع في البيوت نقيم المراسيم والمآتم والمجالس، ثم بعدها تطورت إلى مؤسسة صغيرة امتلكت مساحة صغيرة، هي بالحقيقة عبارة عن بيت. وهذا مع الأسف يعني حال أكثر المؤسسات الإسلامية في أوروبا، هي عبارة عن بيوت صغيرة لا تفي بالغرض، وخصوصا الغرض التربوي والمدرسة. ثم تطورت إلى أن امتلكت هذا المبنى الذي صورتموه اليوم ورأيتم فيه، طلعتم على جزء من نشاطاته، وتطور عمل المؤسسة بشكل جيد، وحققنا قفزات. وهذه بالحقيقة لحاجة، لأنه نحن عندما قبلنا الكثير من الشباب اطلعنا أنهم لا يستطيعون مواكبة أو فهم المجلس، يفقدون من المجلس بحدود 75% من المحاضرة بحكم نشأتهم في المهجر. أنا أتكلم على الشباب الذي يتكلم اللغة العربية، لا أتكلم على الشباب الذي لا يتعاطى باللغة العربية، الذي ولد هنا وأصبح يتعاطى باللغة الفلمنكية أو اللغة الفلامش التي هي متداولة هنا، والتي هي فرع أو بالحقيقة شق من اللغة الهولندية. فأصبحت الحاجة ملحة لإقامة دروس التربية الإسلامية واللغة العربية. نجحنا نعم في تجاوز هذه العقبة، عقبة عدم فهم المجلس بالنسبة لشبابنا. فببركة بعض الأخوات، وهي العلوية أم حسن، أتتنا ببرنامج الطفل الحسيني، ونجح هذا البرنامج نجاحا جيدا بإقامة مجلس موازن للمجلس الذي يقام للكبار وموازن لمجلس النساء. فصاروا يجمعون الأطفال في الجزء العلوي من المبنى لكي يعلموهم أو يلقون عليهم دروسا ومواعظ، ويرون لهم السيرة الحسينية بلغة مبسطة وبفعاليات يشتركون فيها الأطفال. وهذا من البرامج التي نفتخر بها، ونتمنى أن تتعمم على بقية الحسينيات أو المراكز الإسلامية في أوروبا. نعم اليوم الحاجة أصبحت أكثر إلحاحا، لأننا نرى أن الشباب صاروا يذهبون إلى المدارس وإلى الجامعات والأكاديميات، ونخاف أن تكون هناك فجوة بالحقيقة بين هؤلاء وبين ذلك الماضي الذي ضحى أجدادنا من أجله، هذا المذهب، هذا المبدأ الذي ضحى من أجله الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأهل بيت محمد.
نخاف من هذه الفجوة، لذلك ردمنا هذه الهوة بالتفكير بإنشاء حلقة دراسية باللغة المحلية، وأنشأنا مدرسة ونجحت هذه المدرسة، وعملنا برنامج الطفل الحسيني، وإن شاء الله نحن بصدد عمل برامج مستقبلية، ونحاول اليوم أيضا أن نتجاوز الدور التقليدي للمؤسسة الإسلامية. الإسلام هو كل مناحي الحياة وكل جوانبها، الإسلام هو الحياة بعينها، الإسلام يتناول الفن والثقافة والشعر، وخصوصا القضية الحسينية هي تتربع أو تأخذ مساحة واسعة في مجالات الأدب والمسرح والإلقاء اللي هي الخطب واللطميات وقصائد المراثي والنثر. فقضية الإمام الحسين قضية ممكن تناولها من كل نواحي، وهذا بالحقيقة المعنى الذي تجسده المسيرة الحسينية، المعنى الحقيقي لها، وهو الحفاظ على الإسلام. جئت للطلب الإصلاحي في أمة جدي، هذه المقولة التي رددها الإمام الحسين في طف كربلاء عندما كان متوجها إلى تلك الساحة التي لاقى فيها جيوش الظلم والظالمين، وأطلقها صيحة ونداء ليحفظ الدين. فالإمام الحسين هو الخامس من أهل الكساء الذي أرادوا بقتله قتل تلك الحقبة، أي قتل الخامس من أهل الكساء، أي قتل خامس شخص ممن كان تحت الكساء من المعاصرين للنبي محمد. أرادوا بذلك قتل الإسلام وإنشاء إسلام آخر، هو الإسلام المزيف المحرف الذي نراه اليوم في سلوكيات بعض الحركات المتطرفة والإرهابية. لذلك يعني هناك من الأشخاص من يعيب تسمية المكان بالحسينية. الحسينية في الحقيقة الكل يعلم أنها ناد إسلام أطلق عليه اسم الإمام الحسين، ولكنه في حقيقته مكانا تقام فيه المراسيم، ومن ضمنه مصلى، ومن ضمنه أماكن للتجمع، ومن ضمنه أماكن للتداول بالحديث. توسعنا في النشاطات، وأصبحت النشاطات اليوم نشاطات شبابية ونشاطات أخرى. ومن أهم الأشياء، نحن نحاول أن نعرف أنفسنا كشيعة بلجيك، كشيعة هنا في بلجيكا، لأن الأجيال الأخرى، الجيل الثاني والثالث والرابع، ربما يفقد علاقته بالوطن الأم، ربما تتغير لغته، لغة المخاطبة ربما تذوب، الفوارق القومية بين الأقليات الموجودة هنا، فيتعاطى الجيل الجديد والأجيال التي تليه بلغة البلد. لذلك حاولنا أن ننفتح على المجتمع. نعم، المجتمع الأوروبي يرى مكانا مغلقا، لا يعرف ماذا يدور خلف حوائطه أو خلف أبوابه. فالإنسان الأوروبي عنده حدث طبعا تجاه المباني الإسلامية، هو لا يعلم ما يدور في داخلها، يرى أبواب مغلقة ويرى حوائط تحيط بالمكان، يدخلون الناس ويخرجون. نحن تجاوزنا هذا، خصوصا في هذه المرحلة الراهنة. نحن نحتاج إلى أن نعرف الإنسان الأوروبي بالإسلام، لأن هناك من يحاول أن يشوه صورة الإسلام وينقله على أنه عبارة عن حركة سياسية أو مجموعة من الحركات السياسية أو حركات متطرفة أو عصابات أو إرهاب. نعم، تجاوزنا هذا وعبرنا للإنسان الغربي وحتى للإنسان الشرقي بلغة الفن. دعونا الفنانين إلى هذا المكان وعملنا معارض فنية، وتعاوننا، وإن شاء الله نحن بصدد التعاون أكثر مع العتبات المقدسة المنيفة الشريفة في العراق.
ونحن منفتحون على كافة المؤسسات الإسلامية. نعم، انفتاحنا على كل المرجعيات، لأننا لا نتبع خطا مرجعيا بعينه، بل نحترم كل المرجعيات ونقدسها ونتعامل معها، ولكن ليس بعنوان التابعية لخط مرجعي محدد أو خط سياسي محدد بذاته، أو ولا نتبع أي فكر سياسي. فهذه بالحقيقة أيضا من عوامل النجاح كانت لهذه المؤسسة المباركة الشريفة. نجحنا في هذا، ونجحنا في ضم أناس من مختلف الاتجاهات، لكن منضوين تحت راية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، نحن ندعو أبناءنا إلى تفهم أن المجتمع هنا مجتمع متعدد بأديانه بطوائفه بمذاهبه، ولذلك عملنا على أن ندعو أناس من مختلف الطوائف. فنحن عندنا علاقة مع إخواننا من أهل السنة، عندنا علاقات مع اليهود، مع المسيحيين، مع البوذيين، مع كل المذاهب، مع كل الأديان، حتى مع الملحدين. هناك إطار يعني إنساني، وهناك صيغة إنسانية للتعامل مع الناس، وهذا بالحقيقة تجسيد لقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هذه المقولة الشائعة عند الناس، ولكن نحن بحاجة إلى تطبيقها اليوم، وما أحوجنا إلى ذلك، لأن الحروب وطريقة استعمال العنف وطريقة القهر وطريقة التبشيرية، هذا كله لا نؤمن به. نعم، نحن نفتخر بكوننا نتبع مذهب آل بيت محمد، ولكننا لا نعادي الآخر بسبب هذه العقيدة. وإذا كان الآخر سيهاجمنا ويريد أن يكيد لنا، فنحن لا نعامله إلا بالخلق الحسن، أخلاق آل بيت محمد ومقولة القرآن على لسان هابيل عليه السلام: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط إليك يدي لأقتلك. أقول هذا، وأتمنى أن نحصل على مزيد من الدعم والتعاون، وليس بالضروري يعني عندما نقول كلمة دعم يتبادر إلى الناس الناحية المادية إلى أذهانهم، وهذا من الأخطاء الشائعة في المجتمعات. نعم، نحن نحتاج إلى الدعم المادي والمعنوي والفكري، ونحتاج إلى التعاون وإلى مد الجسور في الغربة لكي نحافظ على أجيالنا المقبلة، ونحافظ على هذا المذهب، ونكون بالحقيقة حري بنا أن نحافظ على هذا المذهب الذي ضحى أجدادنا من أجله، والذي هجرنا وقتلنا وحوربنا من أجله ومن أجل هذه العقيدة. وأختم كلامي بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I am سماء العرجي, principal of Al Zahra School, Belgium, Antwerp. We established the school 4 months ago, 5 to 4 months ago in Al Zahra, حسينية Al Zahra, after all the community, Muslim community from Iraq, from Morocco, from Syrian, Lebanese community, they all work together, and with the support of the Sayyid, who is responsible of the Husainiyya, whom always push the community to have such a school for Arabic, for Quran, for Islamic studies, to gather our kids and educate them with our knowledge, with our culture. Who helped us to establish that project is our experience in Canada, that I am a principal for Al Mahdi School in Al Mahdi Center in Ottawa, Canada. Plus, I have the experience of principal in Al Anwar Canadian private school for Ahlulbayt, as well in, as I said, in Ottawa, the capital of Canada. So that experience helped me to
establish this school with the community, with the educated teacher that we interviewed, and we elect them from the people who submit their CVs. Plus, I noticed that all the parents are cooperate with what we ask them, with what we request from them, to try to hire the level to the level of the student in Arabic. And as you know, as I told in the beginning about Quran, you know, in even in the Western, there is a lack of most of our kids are not happy with Arabic, as it is a hard language. So they need to be with their peers. So everyone push and encourage each one to learn and make a nice weather, let's say, nice atmosphere, suitable atmosphere that they learn together and reach their goal. So our goal in Mu'assasat al-Zahra, especially in the Al-Zahra school, is to educate our kids and create the Muslim personality that can lead the new generation to be successful in the West. So I used to run the school in Canada and Al-Zahra school in Belgium. I travel from Canada to Belgium to follow the schools in both countries. Plus, we used to do taklif party in Al-Zahra birthday. In Canada, we have this year the 7th year for that big event. I came mainly in this time to do the first year of taklif party in the birthday of Sayyid al-Zahra alayhi salam in Husayniyat al-Zahra. So we have the event in next Saturday, March 25th. Taklif party is, as you know, is for girls who finished 9 years, and hopefully it will be successful, inshallah, with all the effort and cooperate from all the community. In Al-Zahra school, I said in the beginning that we teach Arabic, Quran, and Islamic studies. For our curriculum, we use the curriculum of Arabic Center for Education, a center in Canada, and now they have a branch in Paris. The idea of that curriculum is, I noticed that most of the schools, Arabic schools in the Islamic Association, they follow Arabic program, bring it from Arabic country, which is made for the student whose Arabic is their first language. That's hard for the student. For our school and our school as well in Canada, we use the curriculum that is made for the student whose Arabic is the second language. That helps a lot, make it easy for them and make them love the Arabic language, as it is the topics of the subject of the lessons, plus the lesson itself is made for them, for their level and for their background. For Islamic subjects, we have the curriculum of Al-Amir, Markaz Al-Amir Al-Thaqafi in Al-Najaf, who covered four branch of Islamic studies, Fiqh, Aqidah, Wasira, Wal-Akhlaq. We found that we covered all the topics in Islamic studies, and hopefully our kids are move on with what we try to implement in that. Thank you. This final chapter of the Husseini journey, we have concluded it here in Husseiniyat al-Zahra in Antwerp, Belgium. This great center that concentrates
not only on the rituals of the Ahlulbayt, but concentrates on bringing up the youth in the path of the Ahlulbayt and remembrance of the Ahlulbayt. They believe that it is important, as we all do, we believe that it's important to instill the love of the Ahlulbayt within the youth. So when they grow, that foundation is built within them. And they can speak to the world, they can tell the world who Aba Abdullah was and what he stood for. This youth will in a few years lead the community and inshallah raise the banner of Aba Abdullah in every corner of the world, in every department, in every ministry, in hand in hand with not only the community here, the government, but with everyone. They will hold up the flag of Aba Abdullah and tell the world that we stand against injustice, we stand against tyranny. So on that note, thank you dear viewers, and inshallah we will see you soon when we continue our journey to the rest of the world to see the banners of Ahlul Bayt in every corner of it.